انت رياضيه اصلا، بتلعبي رياضه كتير وكده؟ لما عندي وقت بحب اكيد. اكيد طبعا. بس طب عملت ايه بقى مع هاني رمزي في وجود اضطراري وانت مصوره طياره نص عمري بقى راح، ما اقدرش اقول لك بقى الموضوع ده. دي كانت يا جماعه الطياره كانت يعني كانت بتنزل مثلا كذا الف قدم، وانا اللي عندي فوبيا من الطياره. بس يمكن كسرت لي شويه على فكره الحادثه دي، كسرت لي موضوع الطياره ده. لا، ولا الراجل اللي جاي لي كده متضرب بالنار، ومش عارفه حصل حريقه باين الكابتن ولا حاجه. اغمى عليكي كمان. تعبت عشان جالي بالبيتيشنز كتير، فضغطي جالك ايه معلش؟ نعم، جالي بالبيتيشنز. عارفه بعد اللي انت مش فاهم ايه اللي يعني خلاص بعد اللي انت قلتيه احنا بنتكلم. انا عارف يعني ايه طياره. بس بالفرنش بنقول لهم بالبيتاسيون. نعم بالفرنش بنقول لهم بالبيتاسيون. انا كنت بحب مسندر في مصر عشان نقول عليها بالعربي. بنقول لهم ضربات قلب. ضربات قلب. ضربات 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 قلب. حتى العربي حضرتك ضربات قلب. والله العظيم